مواطن جزائري لازم يحترم دولته، يحترم رئيسه، يحترم حكومته، ويحترم مسؤولين عن الحكومة هذه على مستوى المركزي كما على مستوى المحلي. في بعض الأحيان العدالة تمر تحكم لصالح المواطن معين، ولكن الحكم هذا لم يجسد في الأرض الواقع، ويقول لك روح العدل نتاعك، نتاعك مش نتاع هو، روح العدل نتاعك طبق جسد.